وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة للشمس والقمر تحت رجليها. وقلنا ان المرأة المتسربلة للشمس هي امنا العذراء، لان لما انا جيت كان صوم العذراء مريم. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة للشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إبريل من اثني عشر. رجعنا الرقم ايه؟ يبقى ده يبقى مين دول؟ الكهنة. يبقى 12 دول هم ايه؟ هم الآباء الرسل الاثني عشر الذين يرمزوا للكهنوت كله. من اثني عشر كوكبا وهي حبلى تصرخ متمخطة ومتوجعة لتلد. وصلت لغاية هنا. وظهرت آية أخرى في السماء، هو تنين عظيم أحمر. نقول مرة تانية. وظهرت آية أخرى في السماء، محدش قال معايا. لا أنا عرفتكم المرة اللي فاتت إن إحنا كلنا لازم إيه؟ نقول تاني. وظهرت آية أخرى عظيمة في السماء، مرة تاني. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر. تاني. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر. تاني. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر. كلمة أخرى باليوناني معناها من نوع آخر. أوريكم يعني كده. أبونا معاه شوية كتب مقدسة، فقلت له وريني كتاب كده، فأعطاني كتاب. وبعد كده قلت له طب اديني كتاب آخر، فأعطاني كتاب مقدس آخر، يعني كتاب نسخة تانية من الكتاب المقدس. في العربي اسمها آخر، لكن في اليوناني في كلمتين. لو هو عنده كتب مقدسة وكتب كيمياء، فقلت له اديني كتاب، فأعطاني الكتاب المقدس. وبعد كده قلت له كتاب آخر يحتار، لأن أنا بتكلم بالعربي يحتار، يعني أنا عايز كتاب مقدس آخر ولا كتاب آخر يعني من نوع آخر؟ يبقى يجيب لي كتاب الكيمياء. لكن في اليوناني في كلمتين، لما أقول له ما يحتارش، كتاب آخر كلمة معناها نسخة أخرى، والكلمة أخرى معناها يعني نوع آخر غير الكتاب المقدس. فهنا لما يقول وظهرت آية أخرى في السماء، يعني آية من إيه؟ من نوع آخر. في الأول قال ظهرت آية عظيمة في السماء، لكن المرة دي ما وصفش الآية بأنها عظيمة. قال وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم. يعني العظمة مش في الآية، العظمة فين؟ في التنين. إيه معنى الكلام؟ ظهرت آية يعني حاجة معجزة، حاجة مش عارفينها، كبيرة جدا. أخرى يعني من نوع آخر، لأن النوع الأولاني كانت امرأة متسربلة بالشمس اللي هي أمنا الحضراء، قداسة، كلية القداسة. أما ظهرت آية أخرى، هنا سنرى إبليس الشيطان وهو نوع آخر غير عبر مريم خالص، هو ملء النجاسة، ملء الشر. نقول مرة ثانية،
وظهرت آية أخرى في السماء، وبدا تنين عظيم أحمر. تنين مكتوبة في اليوناني ديناصور، وديناصور معناها حيوان ضخم جدا، معناها زي تعبان ضخم جدا. هذا الشيطان ضخم جدا، كبير جدا في شره، قوي جدا في شره، علشان كده شبهه بالايه؟ بانه تنين. نقول مع بعض: وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر. طب ليه أحمر؟ الشيطان ليه يبقى لونه أحمر؟ من كثرة امتصاص الدماء، من كثرة ما قتل من الناس وسفك دما. لو حد فاكر في آية في الكتاب المقدس تقول على الشيطان إيه؟ أنه من البدء كان قتالا للناس، لأنه كان من الإيه؟ من البدء قتالا للناس. يعني أول ما خلق آدم بدأ الشيطان عايز يقتل، وحواء الشيطان عايز يقتلها. مش ضروري الأكل المادي، يقتلوا أكل آدم، وفعلا قتلهم واتشالوا من الفردوس. وهكذا الشيطان هو قتال، يريد أن يتبع كل واحد، يريد أن يقتل كل إنسان ويعيشه بعيدا عن الله. نقول مع بعض مرة تانية: وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر. لسه بنوصف الشيطان: له سبعة رؤوس. ما فيش كائن يتقال سبع رؤوس، لكن سبعة دي قلنا إنها رمز للنعمة والحقيقة بقى بينه وبينكم، ورمز لعكس النعمة. يعني إيه عكس النعمة؟ النقمة. سبع رؤوس معناها العقل الشديد، كمال العقل، بس العقل الشرير ما نقولش عليه ذكاء، نقول عليه إيه؟ نقول إيه؟ لؤم، خبز، مكر. فهذا الشيطان كامل في مكره، كامل في خبزه. يبقى لما نقول هو ذا تنين عظيم أحمر، يبقى الشيطان ضخم قوي وسافك للدماء، قتال، وإيه تاني؟ ومملوء مكر وخبز. وعلى رؤوسه وعشرة قرون. يبقى عنده سبع رؤوس وإيه؟ وعشرة قرون. طب يعني إيه عشرة قرون؟ القرن رمز القوة، وعشرة رمز للعشر كمال القوة. فكمال قوة الشيطان، الشيطان كامل في قوته. يبقى أولا الشيطان كامل في مكره وخبزه، والشيطان كامل في قوته، ويعمل بقوته أكثر مما يعمل بخبزه. ليه؟ لأنه ده رقم عشرة وده رقم سبعة، وعلشان كده الشيطان يعمل بالقوة ويعمل بالمكر وبالدماء. نقول مع بعض تاني: هو ذا تنين عظيم أحمر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان. طب الشيطان بيلبس تاج، أمال التاج ده تاج الانتصار، ولأن الشيطان بينتصر ولا ما بينتصرش؟ بينتصر. والانتصار بتاعه وعلى رؤوسه سبعة تيجان. إن كان الشيطان يعمل بقوته أكثر مما يعمل بذكائه ودقائه، لكنه يغلب الناس بالخبز أكثر مما يغلب بالقوة. الشيطان عمال يكلكل الناس بإيه؟ بمكر ويغلبهم.
كده وصفنا الشمس. نقول مرة ثانية، وظهرت آية أخرى في السماء هو تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة أيام وسنمه. يعني ايه سنم؟ مين الحيوان اللي ليه سنم؟ نعم العقرب، رائع. والعقرب بيعمل ايه؟ السنم فيه ايه؟ سم، يعني قتالا منذ الايه؟ الدم. وزنبه، نقول مع بعض تاني، وزنبه يجر سلسل نور السماء هو ذات النيل عظيم احمر له سبعه رؤوس وعشره قرون وعلى رؤوسه سبعه تيجان. وزنبه يعمل ايه؟ يجر سلس نجوم السماء. يعني ايه نجوم السماء؟ النجم معناها منير، مش كواكب. الكوكب اسم معطل بيعكس النور، لكن النجم بيعمل ايه؟ ينور. والنجم عالي في السماء، عظيم، قديس كبير. وللأسف الشيطان يجر ثلث نجوم السماء. نجوم السماء دي الملائكة، نجوم السماء دول ايه؟ الملائكة، لأن الملائكة منيرين بطبيعتهم، ربنا خلقهم منورين. احنا لا، احنا كواكب أجسام معتمة بحد ذاتنا، لكن لما نبقى قدام ربنا ناخد من نوره ونعكس على الناس. علشان كده احنا كواكب، انما الملائكة ايه؟ نجوم. والشيطان يجر ايه؟ ثلث نجوم السماء. هو الشيطان كان اصله ايه؟ لا، كانش ملائكة، كان ايه؟ ايوه، رئيس ملائكة. اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ نعم، سطان ايل. ايل يعني الله. وسطان لا، ميخائيل ما نسب الله، لكن سطان ايل يعني ايه بقى؟ سطوة قوة الله. يبقى سطان ايل يمثل ايه؟ قوة الله. ده كان اسمه كده، مش اسمه كده دلوقتي، لا، كان لما كان رئيس ملائكة كان اسمه سطان ايل. اول ما اخطأ، ايه الخطية بتاعت رئيس الملائكة ده؟ قال ايه؟ اصعد الى العلان، اضع كرسي فوق كرسي العلي اصير مثل الله. فكانت خطيته الكبرياء، ولما خطيته الكبرياء صعد اليه ميخائيل اللي هو ايه؟ من مثل الله. وحدثت حرب في السماء، هنقولها بعد قليل، واسقطه من السماء. فلما وقع الى الارض انفصل عن الله، فلما انفصل عن الله اسمه فصلنا عن الله، فبدل مكان سطان ايل قوة الله بقى اسمه سطان بس. طب سطان دي تعرفوها او متعرفوهاش؟ اللي هي اسمها ايه؟ شيطان. طب ليه كان سطان ولا شيطان؟ ايه هي الحكاية؟ ده لما تروح، لو رحت كده رحلة الى اسرائيل تلقى ما عندهمش حرف الشين ابدا، كل الشين عاملينها ايه؟ سين. كل ما ينطقوا اورشليم يقولوها ايه؟ اورشليم. يعني اليهود لما يقولوا اورشليم يقولوها ايه؟ اورشليم. فكلمة
حرف الشين عندهم سين، وعلشان كده سطان. لكن اول ما انا وانت المصريين ننطقها ايه؟ شيطان. فسطان تيل او شيطان تيل. طب ليه قلت مش تلت معناها نعدهم وناخد التلت؟ لا، هما التلت معناهم ايه؟ ده عدد رمزي. تلت معناهم ايه؟ معناها لما يكون عددهم كده كبير وينقسموا الى قسمين، قسم يستمر مع ربنا وقسم يتمرد على ربنا. القسم اللي تمرد على ربنا هو القسم الصغير، والقسم اللي استمر مع ربنا هو القسم الكبير. علشان كده ما نقولش النص، فنقول الايه؟ التلت. وعلشان كده يا جود نقول تاني يا جود ايه؟ ثلث نجوم السماء. نقول مع بعض مرتين الايه. هوذا، نقول مع بعض، هوذا تنين عظيم احمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان، وزنبه يقر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. كان كل الشياطين بتاعهم قعدوا فين؟ في الأرض. هنا ولي اعتماد على ربنا، سأعاتبه لأني أعاتب في كل مرة. يعني يا ربي كان قدامك كواكب كتيرة، والشيطان لما طردته من السماء، لما ميخائيل رئيس الملائكة طرد الشياطين من السماء، طرد الملائكة الصادقين نزلوا على فين؟ على الأرض. ليه يا رب خلقتنا على الأرض؟ ما كان عندك القمر، ما كان عندك زحل، ما كان عندك أي حاجة تاني. لكن الله شاء أن بحكمته أن يخلقنا على نفس الأرض اللي الشيطان موجود فيها. وبقي مين سكان الأرض؟ مين؟ اثنين، البشر ومين؟ والشياطين. علشان كده لما احنا بنتكلم عن الشيطان بنقول عنه رئيس اليهود، رئيس هذا العالم، وحاجه ثانيه رئيس سلطان الوهم، خساره، رئيس سلطان الهواء، رئيس سلطان الهواء. انا هقول لكم كلمتين كده قرب ما تقولهمش لحد ابدا. فين الهويه؟ الهوية مش في حاجة اسمها الهوية، هي ابدا. كل ده اسمه الهوية. الأرواح الشريرة بتروح فين؟ هنا. طيب فين الفردوس؟ هنا. فين الشياطين؟ هنا. فين الملائكة؟ هنا. طب انا اوريكم، مش يقول ملاك الرب ايه؟ العبرة راحت الفردوس، مش كده؟ وعاملين احنا بنقول علشان تعرفوا ان الناس او الكنيسة بتتكلم صح، والكنيسة واخدة بالها من كده، بنقول لو الفردوس فوق كنا اول ما ظهرت العذراء في الزيتون او في اي حته كنا نقول عليها مجيء العذراء. ليه؟ لانها جت من فين؟ من فوق. انما احنا ما قلناش مجيء العذراء. سمعتوا عن مجيء العذراء؟ لا. ما سمعتوا عن ايه؟ سبوب. علشان كده ربنا إيليا النبي هو وتلميذه لما خاف راح إيليا قال ايه؟ اكشف يا رب عن ايه؟ عن عيني. اكشف يعني ايه؟ يعني هما هنا
بس هو مش شايف. فالملائكة تحيطنا والشياطين تحيطنا بسهولة. طبعا يعني ايه؟ ان بيننا وبينكم قوة عظيمة. كان مصورين احنا ان دول فوق ودول تحت ويبقى في قوة عظيمة بينهم. لا اوريكم يعني ايه. فاكرين قصة يوسف الصديق؟ حصل ان يوسف الصديق دخل الى السجن مش كده؟ كان نادي من هنا جنبه رئيس الخبازين ومن هنا رئيس الايه؟ الزقاق. وحلموا الاحلام والقديس يوسف الصديق فسر لهم الاحلام. راح قال لواحد منهم ان بعد 3 ايام هتعمل ايه؟ هتخرج وتروح تبان براءتك وتسقي الملك وترجع لعظمتك تاني. وقال التاني ان ايه؟ ان بعد 3 ايام هيجيبوك ويعمل ايه؟ ويذبحوك يشلوك ويموت. ولسه واحد قاعد على يمينه والتاني قاعد على ايه؟ لكن واحد منهم في الفردوس والتاني فين؟ في الاول. يعني ايه بقى هنا بقى في الفردوس؟ الفردوس هو سعاده دون اسعاد، والهاويه عذاب دون تعذيب. ومن فين الاسعاد والتعذيب؟ الاسعاد في ملكوت السماوات، والتعذيب في جهنم النار الابديه تبع الدينونه. انما الفردوس محدش بيقول للتاني انت عظيم، وفي الهاوية محدش بيدي التاني امامين. ده قاعد زي ما هو ما خدش لسه الجزء بتاعه، وده قاعد زي ما هو ما خدش الثواب بتاعه. ده منتظر وده منتظر، لكن ده منتظر وهو مبسوط والانتصار ده اسمه الايه؟ اسمه الفردوس. وده حزين والحزن ده والفشل ده اسمه الهاوية. علشان كده الهاوية والفردوس مش مكان انتصار، امال ايه؟ حالة انتصار. طب ليه مش مكان؟ اصل دي ارواح. هو مين اللي في الفردوس؟ مين؟ ارواح مش كده؟ طب والروح دي ليها مكان؟ لا، الروح دي تلف الكرة الأرضية 10,000,000,000 مرة في 1 على 1,000,000,000 من السنة. الروح دي ما بتتحرك على طول وحركتها سريعة من هنا للشمس، تاخدها في 1 على 1,000,000,000 من الثانية. علشان كده الأرواح مكانها متحركة، سواء الأرواح البرة أو الأرواح البيت، لكن كل واحد فين؟ كل واحد في الانتظار مبسوط أو حزين. نقول مرة تانية، وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وزنمه يجر سلس نجوم السماء فطرحها الى الارض. يبقى في مكان الشياطين ربنا عمل لهم ايه؟ طرحهم الى الايه؟ الى الارض. وعاشوا هنا في الغلاف. وبعد ملايين السنين راح ربنا خلق ادم. خلقه فين؟ على الارض. يا دوبك ادم بص الهوى ويا دوبك بيتنفس يمين بيتنفس شمال، لقي ايه؟ لقي مين على الارض معاه؟ الشيطان. ليه الشياطين؟ مين اللي بتقول لحواء؟ احقا قال الله لا تاكل من جميع شجر الجنه؟ قلت إيه؟ لمين كده؟ جيت منين؟ قلنا ما مكاني ده، مكانك ده لما احنا ده مكاننا احنا. قال لها لا، قبل ما انت تتخلقي بمليون سنه بمليونين سنه وانا قاعد ده مكاني.
علشان كده انا اسمي ايه؟ رئيس سلطان الاوان اللي هو ده. وعلشان كده انا اسمي ايه؟ ان رئيس بالارض. طيب، وكان الشيطان متحول واسقط مين؟ ادم وحواء، واسقط قايين، واسقط كثير من الناس، بل اسقط مين تاني؟ بل اسقط كل البشر بلا استثناء. اسقط كل البشر ليه؟ ما كان في هابيل، هابيل القديس امن بس عمل خطيه ولا ما عملش؟ عمل. وعلشان كده ربنا قال، او الكتاب المقدس قال، بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم، مش كده؟ نقول مع بعض، بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس، اذ اخطا الجميع. الجميع ايه؟ زاغوا وفسدوا واعوزوا من الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. مين اللي وقع ده كله؟ الشياطين. يبقى احنا نزلنا على، اتخلقنا على الارض، وكان مين على الارض قبلنا؟ الشياطين. وقدينا قاعدين معاهم لغاية الوقت. طب ربنا عمل ايه على الصليب؟ قال ايوه عملت، عملت حاجه يا رب على الصليب؟ ايوه عملت. امال عملت ايه يا رب على الصليب؟ نزل الى الجحيم. مش مين اللي نزل؟ مين؟ ايه؟ روح المسيح. لان المسيح له المجد الناب. يعني ايه مات؟ يعني انفصلت روحه عن ايه؟ جسده. اما لاهوته، اي واحد بيقول يقولنا في اسمع، اما لاهوته فلم ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده. عارفين يعني الحكايه دي؟ يعني تخيلوا معايا دايره كبيره على قد ما عرفت ارسم، انما هي دايره ملهاش نهايه، ودي اسمها اللاهوت، متحده بالناسوت. الناسوت ارسمه مستطيل، مستطيل محدود. المسيح له المجد. كان اطول بني ادم، كان اطول بني ادم، لكن ليه طول محدود، مش كده؟ الناسوت ده مات. لما مات المسيح له المجد. المستطيل ده كانه اتفصل نصين، نص اسمها الروح ونص اسمها ايه؟ الجسد. لكن النصين جوه الدايره، لكن النصين ايه؟ جوه الدايره. علشان كده بيقول لان لاهوته اللي هو الدايره لم ايه؟ يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين. طيب، من نزل الى الجحيم بقى يعني ايه؟ النزل هنا مش نزول جغرافي، يعني كسر الارض ونزل جواها، لا مش كده. لكن النزول ده نزول نفس، نزول انما فين الجحيم؟ هنا. وقبض على الشيطان وقيده الف ايه؟ الف سنه. الالف دي عدد رمزي، يعني مدة طويلة جدا. قيد الشيطان ألف سنة. في آية هنقولها علشان نبقى فاهمينها، يقول إيه؟ إن لا يقدر أحد أن إيه؟ إلا أن يربط القوي أولا. لا يقدر أحد أن يأخذ، أن يدخل بيت القوي. لا يقدر، قولها مع بعض، لا يقدر احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته الا ان ايه؟ الا ان يربط القوي اولا ثم ياخذ امتعته. نقولها مره ثانيه، لا يقدر احد ان يدخل بيت القوي. مين القوي؟ الشيطان. مين بيته؟ الهاوية.
لا يقدر أحد أن يدخل إلى الآوية، مش كده؟ وينهب، ينهب يعني يأخذ بالقوة بالعافية، وينهب أمتعته. مين أمتعة الشيطان؟ الشيطان مسك قايين ومسك هابيل ومسك إبراهيم، كان كل اللي يموت يعمل إيه؟ الشيطان يأخذ ياخد روحه. فالشيطان كان واخد أرواح كل الناس، الأبرار والأشرار. طيب والمسيح عمل إيه لما اتصلى؟ نزل إلى الجحيم وربط الشيطان وأخذ هابيل وساب قايين وأخذ إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل القديسين وترك الأشرار وفتح باب الفردوس، يعني باب السعادة. وبعد كده عمل إيه؟ وأدخلهم إلى السعادة. ثم قام من الأموات في الناس. قلنا عن بعض مرة تانية، وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان، وزنبه يمر ثلث نجوم السماء، فطرحها إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة الملك. التنين، احنا قلنا ان التنين عمل ايه؟ التنين سنبه يضر ثلث نجوم الايه؟ السماء. وبعد كده الشيطان راح وقف قدام مين؟ قدام وقف امام، قول مع بعض، وقف امام المراه العتيده ان تلد. مره تاني، وقف امام المراه العتيده ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. مين المرأة؟ العذراء. هو الحقيقة المرأة دي ليها ثلاث معاني، العذراء مريم والكنيسة والنفس البشرية، بس احنا المرة دي هناخد التلت اللي هو العذراء مريم بس.